وصلت للدوار وكان كل شي فيا كيضرني. ديما كنت كنتمنى نبعد على هاد الدوار، كنحس بالحنين والشوق ليه، أنني نشم ريحة ترابه اللي قوى من كل شي. وبديت كنتمشى وسط الناس تحت نظراتهم واستغراباتهم، وأول بلاصة مشيت ليها هي البراكة د ماما. قربت منها وجلست حداها وكنقول هنا فين كاينة ماما، وبقيت كنبكي عليها وعلى راسي وعلى ولدي. وتحرك شوية د البرد وعاد انتبهت وفهمت سر نظرة د الناس ليا. كنت لابسة كسي ومع سميطة فضية، وفي رجلي لابسة صندالة عالية في الفضي، وشعري مخلياه مطلوق. صراحة حشمت ندور بين الناس هكا، ولكن مع قوة الزربة وبغيت نهرب دغيا ما رديتش البال، ومشيت لدار أمي رقية. وفي طريقي تلاقيت مع حنان جالسة مع شي صحاباتها، وعلامات الصدمة باينة عليهم من هادشي اللي وليت عليه. ابتسمت وكملت طريقي. وصلت لدار أمي رقية ودقيت وحلات الباب، تلاحيت عليها كنعنق فيها، وحتى هي بادلتني العناق. بقينا كنبكيو، دخلنا وسولتني عليا. بقيت ساكتة شوية قبل ما ننفجر وعاودت ليها كل شي باستثناء الحمل ديالي. لحقاش كنت كنبكي أنا وياها، وبقوة البكاء والعياد الطريق انعست في حضنها. وفي دار السعدية دخلت حنان بحال الصاروخ، مي مي زهرة رجعات، قالت السعدية بفرحة. مزيان حتى أنا قتلني شغل الدار، قول لها ترجع للدار. قالت حنان ولا أمي راها جات عند أمي رقية، وجاتك بواحد اللباس بحال ديال الأفلام، وراه غدا غادي تعقد مجلس القبيلة على قبلها، لحقاش الناس تشكاو منها. قالت السعدية إذا القضية فيها إنا مشات غا شهرين ورجعت هكا. يلا دوزي تنعسي حتى الغدا ونشوفو هاد الحريرة. وفي الفيلا كانت فدوى كتقلب على زهرة، ما لقاتهاش ومشات تسول عليها أناس، وقالت لوبي اللي ما خلات فين قلبات عليها وما لقاتهاش، وهي تنقل سوسن آوي لي دات الولد. وقال أناس غير تهدني يا سوسن، أنا غادي نقلب عليها ما عندها فين تمشي. وفي الدوار حليت عيني بتتاقل على صوت الديك، واو توحشت هذا الجو. قبل ما تجي واحد الريحة كانت كتحمقني قبل، ولكن مع الحمل وليت كنكرهها. القهوة نط كنجري للطواليت كنرجع، أمي رقية مراقباني. رديت وغسلت ومشيت حليت الشرجم باش نتنفس شوية، حتى تحطات عليا إيد ميمتي وقالت بنتي واش لاباس؟ قلت لها آه لاباس، وهي تقول حالتك ما عجبانيش، شوفي كيف فرا وكترجعي. قلت لها لحقاش حاملة. أمي رقية بقت ساكتة واحد المدة وهي تعنقني، قالت الله يا ربي حمدتك وشكرتك حتى شفت هذا النهار وسمعت هذا الخبر. قلت لها أمي واش نعاود ليك البارح، أناس را باغيه لمرتو. قالت ما كان ضمش بنتي، أناس ولدي كان عارفه من شحال هادي، وهو طيب ونزيدك راه جا سول عليك من بعد ما مشيتي. قلت ليها بالصح. قالت ايه راه غنسيت ما قلتهاش ليك، وتفكرت الهضرة ديال فدوى فاش قالت ليا كيبغيني. وقيل عندهم الحق، لحقاش كان كيتعامل معايا مزيان قبل ديك الليلة، ومن بعد ما هضر مع سوسن زعما تكون قالت له شي حاجة ديك المصيبة، يعني تسرعت وجيت، خاصني نرجع باش نعرف اشنو اللي غيوقع. جلست كنفطر انا وامي ونتعاودو، ومن بعد جمعنا الدنيا وهي مشات تدير الغدا. اما في مجلس القبيلة الشيخ جمع الناس وكيقول سيادنا بان لي ديك البنت العهر عندها في الدم من امها، وخاصنا نديرو معها شي حل باش ننقيو صورتنا قدام الدواور الاخرين. نقضات السعدية وقالت هسي الشيخ مصيبة مصيبة، المسخوطة جات حاملة. قال اشنو متأكدة من اللي كتقوليه؟
قالت له: أيه، راه سمعتها كتهضر مع مرقية هاد الصباح وقالتها ليها. وهو يقول الشيخ: وعلى هاد القبال يلا تحركوا. وفي دار مرقية، أمي حطات الطاجين يطيب واستأذنت مني باش تمشي تخرج للحانوت باش تجيب شي حاجة. وبقيت أنا في الدار حتى سمعت الدقان. مشيت نحل وقلت: أمي واش نسيتي شي حاجة؟ حليت الباب وبديت كنترعد. كان شيخ القبيلة ديالنا، حنيت راسي احتراما ليه، ولكن هو جمعها معايا بتصرفيقة وشدني من شعر وتم خرجني. كنغوت وكنقول له: أسي الشيخ راك تضرني. قال لي: زيدي غادي ننظفو قبيلتنا منك الفجرة يا بنت الفجرة، جاي باكرش من الزنقة وجاية تخبي فينا. قلت له: بعد مني، أشنو كتخربق؟ وبديت كنعيط على مرقية باش تعاوني. وهو يقول: ما تعيطي لحتى واحد، راه غادي ننقيو القبيلة منك وغادي ننفذو فيك الحكم في وسط الناس. بقيت شادة في كرشي وعطيتها غير اللبكة، متأكدة باللي هاد الناس غيأديوني. وصلنا لوسط الدوار وبقى الشيخ جارني حتى لحني وسطهم، وبدا كيخاطب الناس وكيقول: اليوم غنقيو قبيلتنا من الفجور والفساد، وهاد البنت بحالها بحال امها، اقلب البرمة على فمها تطلع البنت لامها. هزيت عيني فيه وتمنيت نموت ولا نسمع هذيك الهضره. توخر الشيخ وبدا كيتقدم واحد الشخص اخر مقلضم وهاز معاه داك الصوت باش كيصوتوا البهايم. الرعب دب في قلبي وبديت كنبكي. شفتوا علاه باش يضربني؟ وقلبت وجهي للجهة الأخرى، كنت سنة في الدقة، ولكن ما كليتهاش. حليت عيني نشوف شنو، ولقيت أنس وكيشوف هداك اللي كان غادي يضربني بحال ليلى غيقتلو. بان ليا وغوت بسميتو ودار جهتي وهبط لعندي. تلاحيت عليه وعنقتو وانا كنبكي وكنزيد ندفن راسي فيه. وهزني بين ايديه، ولكن قبل ما نخرجو وقفنا الشيخ بكلامه. قال له: أسي المرنيسي، هاد الشي راه عيب وعار اللي كدير فيه، العيب هو اللي غنديرو، وإلا وقعت شي حاجة لمراتي ولا ولدي غنهدم هاد الدوار فوق روسكم. زهرة ما تخافيش، ما عمر شي واحد غيأديك وانتي معاي. وباسني من جبهتي وزدت تعلقت فيه وعنقته. حسيت حضنه بالأمان بوجود سند قوي نعول عليه. أما في القبيلة، قال الشيخ: فين هي مرات خالها؟ فين؟ قالت له السعدية وهي خايفة: هاني السي الشيخ. قال ليها: كون ما جيتيني وليا كون وريت فيك عجايب الدنيا. قالت: والله السي الشيخ ما كنت عارفها مزوجة، أنا غسمعتها كتقول لرقية راها حاملة وجيت قلتها ليك. رقية مشات لعند السعدية وهي تصرفقها وقالت: المنافقة، ما كفاكش شنو درتي في البنت، ما زال بغيت أديها. ادعي ما توقع ليها شي حاجة، لا هي ولا ولدها، ولا رأى ناس غيدفنك حية. وهي تقول: الله اختي رقية، لبنية ربيتها من صغر وعندي عزيزة ما نبغي ليهاش الضرار. قالت ليها: سكتي الكذابة المنافقة، راهي لا تمسات منها غا شعرة وحدة، شهدي على روحك وتنت معها أسعادة شيخنا الموقر. ارتاحيت هذيك الليلة، والغد لي في الصباح أرسلت ورا مرقية شوية وجات سولتني كيف بقيت وقلت ليها الحمد لله. وهي تقول: بنتي بغيت نسولك. قالت: منين جبتي هاد المنديل؟ شديته وبقيت كنشوف فيه، ما عقلتش منين جبته. عطاتو ليا واحد المرأة. حطات رقية إيدها على صدرها وقالت: واش متأكدة بنتي؟ قلت ليها: أمي علاش؟ قربت مني وشدات لي إيدي وقالت: بنتي حلي ودنيك مزيان وسمحيش غنقول لك، واخا هاد الشي ماشي وقته، ولكن خاصني نقول لك هاد الكلام. قلت ليها: أمي خلعتيني ياك لاباس. قالت: شوفي يا بنتي، هذا السر مدة طويلة وأنا مخبية، وكنظن
جا الوقت باش نعودو ليك. ماما كبنت، قلت ليها ماما مالها؟ قالت مازال حية. ما صدقت هادشي اللي كنسمعه وسولتها واش متأكدة، قالت ايها بنتي مازال حية. وفين هي دابا؟ وعلاش هاد سنين كاملة ما تفكراتنيش؟ قالت ما عرفتش بنتي، هي بالصح بنت هاد القبيلة، وانا عارفة حتى باباك شكون. قلت ليها ايش كتقولي يا امي؟ قالت ايها بنتي غدا نعود لك القصة كاملة ونتمنى تسامحين. المهم ماما كانت بنت زوينة وعاطية العين، وما عرفتش بالضبط اشنو وقع واحد الليلة بينها وبين واحد الراجل من صحاب سي المرميسي، ومن بعد مدة عرفنا باللي راها حاملة، وحاولت ندرق عليها حيت كانت بنت صاحبتي، ولكن دغيا عرفوا الناس داكشي اللي بيها وبداو كيعايروها ويضايقوها. ماماك ولات متأكدة باللي غادي يقتلوها، وأصرات باش تولدك، وبدات كتكتب ليك الرسائل اللي خلات ليك، حتى النهار جاها المخاض في هذيك البراكة المحروقة وولداتك تما، وأنا اللي عاونتها باش ولداتك، ومن بعد هزيتك من حضنها وديتك وقلت ليها باللي راكي متي ودفنتك وداك الشي باش مشات، وقلت ليها تمشي من هنا لحقاش إلا بقات غادي يقتلوها وما يخليوهاش تعيش. أنا كنت مصدومة وكنشوف، ما عرفت ما نقول، بغيت نفاجر في مرقية ونحملها كل شي، ولكن تفكرت باللي هي الوحيدة اللي وقفت معايا وهدنت راسي. قلت ليها وعلاش تلدى بعد كتعودي ليا هاد الشي؟ قالت كيف ما قلت ليك، أمك مشات من هنا وأنا حرقت البراكة وقلت ليهم باللي راها انتحرات. بنتي هاد القصة قديمة، ولكن اللي خلاني نتفكرها هو هاد المنديل. هزيت عيني في هداك المنديل بحال لا إلا فهمت علاش كتلمح. قلت ليها وباش عرفتي هذا راه هو ديالها؟ قالت هاد المنديل دماماك وعمرها ما تخلات عليه حيت ديال امها، وما عرفتش كيفاش حتى عطاتو لي. وبديت كنبكي، ما مصدقاش هاديك السيدة اللي تلاقيتها كانت ماما، كنت لهاد الدرجة قريبة منها وما عرفتهاش. بقيت متكية في بيتي حتى جاء أنس هاز الماكلة وفيقني. قلت له، قال لي يا نوضي تاكلي. قلت له ما فياش الجوع، بغيت نرجع للرباط. قال ولكن قاطعته قلت له، قلت لك بغيت نرجع، هي بغيت نرجع. حسيت بيه ما عجبوش الحال، وانا همي دابا هو نرجع ونقلب على ماما. قال لي بغيت نسولك ولكن جاوبيني بصراحة، علاش وافقتي تاخدي الفلوس الى ما باغاش تعطي الولد؟ قلت له انت راك ما فاهم والو، انا ما وافقتش، انا تجبرت. استغرب وقال تجبرتي؟ قلت له اه مراتك جبرتني. قال سوسن وشنو علاقتها؟ قلت له عافاك ما باغاش نهضر في هذا الموضوع. وبديت كنبكي، بقى كيسكت فيا وجرني لعندو بايدو، كنحس بانفاسه كتضرب في وجهي وايديه كيتساراو في جسمي، وحتى انا قربت منه وتجاوبت معاه وتمادى لما هو اكثر وما عارضتوش. بالعكس هذه هي اول مره في العلاقه الحميميه ديالنا، كنت باغا اي حاجه كيدير، وكانت اول ليله بيناتنا بالتراضي. نعسنا والغد ليه نتناشطة غادي نرجعو للرباط، طرنا وشدينا الطريق. غير وصلنا للفيلا ودخلنا وجات سوسن ورجع ليا كل شي وقاع المآسي تفكرتهم. جات عنقات أناس اللي بادلها بعناق بارد عجبني فيها، طلعت لبيتي وبدلت عليا وخرجت من بعد ما خليت ميساج الأناس باللي عندي ما نقدر وما يحتاج يتقلق من جهتي. خرجت ومشيت للجردة فين تلاقيت ماما ديك المرة، فبقيت جالسة تما ووالو ما كاين ليها حتى شي اثر، حتى ظلام الحال. ونط مشيت للكافي فين كنت خدامة، خاصني ضروري ندير شي خطة، واكيد صحاباتي هما اللي غيعاونوني. غير شافوني صحاباتي جاو لعندي بجري وعنقتهم. قالت نهيلة اشنو من نهار دفنوه ما زاروه؟ وهي تقول هبة زهرة ياك لاباس اشنو واقع؟ قلت جلسوا بعدا وغنعاود لكم.
قالت هيبة: آه قلت يا نهيلة، أنا رانا روبو. جلست مع البنات وبديت كنعاود ليهم كل شي، وشافت فيا نهيلة وعينيها عامرين بالدموع. سمحي لي يا زهرة، هاد شي كامل وقع ليك بسبابي. قلت: على قبل ريتاج ندير كتار من هكا. قالت هيبة: هاد شي كامل داز عليك ومازال صابرة. قلت ليهم، حطيت ايدي على كرشي وقلت ما خرجتش منها بايدي خاوية. فرحوا بيا البنات وباركوا ليا على الحمل ديالي، وبداو كيتسائلوا كيفاش يقدروا يعاونوني باش نلاقي ماما. سولوني واش عندي شي صورة ديالها. قلت ليهم لا، عندي غير هاد المنديل. جبدته وحطيته قدامهم وقلت ليهم باللي صورتها مرسومة في ذاكرتي، وما عمرني ما غادي نقدر نساها. لحقاش داك النهار فاش تلاقيتها في الجردة بقات كتهضر معايا مدة طويلة، وهي تقول: هبة، أنا عارفة واحد الرسام كيرسم مزيان، نمشي عنده. وهي تقول لنهيلة: يلا صافي نوضي، دابا يجي الباترون يغوت علينا. قلت ليهم: آه صافي سيروا. وخرجت من عندهم وشديت تاكسي للفيلا. وصلت دخلت وكانت سوسن جالسة مجمعة هي والحاجة. قلت ليهم: مساء الخير. قالت الحاجة: بنتي ماشي مشى الحال، راكي تعطلتي برا بزاف. قلت ليهم: سمحوا لي رانا غير نسيت راسي، انا غدا نطلع لبيتي نرتاح. وبديت طالعه وسمعت الحاجه كتعطي سوسن الفواكه وكتقول ليها راه مزيان الجميل. طالعه وانا كنخمم ما عجبنيش الحال، حتى دخلت في انس طلعت عيني فيه برعب. لا تكون شافتنا ماما، وهو فرنشة عين جرني من ايدي ودخلني لغرفه المكتب وسد كوان ثاني مع الحيط وكان قريب ليا بزاف. قلت له: أناس بعد لي شوفنا شي حد. قال: فين كنتي؟ خير جو راجعة حتى لدابا. قلت له: كنت مشغولة وزيدون ماشي شغلك، ياك عندك مراتك سير حكم فيها وبعد مني. بعدت منه وشدني من ايدي وجرني لعنده، جيت مزدوحة على صدره وقريبة منه بزاف. بديت كنتنطر منه وكنقول له: بعد واش حماقيتي، دابا يشوفنا شي حد. أناس بقى ساكت مدة وكيشوف فيا وهو يبدا يبوسني، واستسلمت ليه وبلا ما نشعر لقيت راسي كنتجاوب معاه. كنا منساجمين في تقبيل بعضياتنا قبل ما يتحل الباب وانا ننقز من بلاصتي. وبعدت على أناس وهو دار يشوف شكون، وكانت سوسن واقفة في الباب ومصمرة في بلاصتها. ما عرفت ما ندير، تخطف اللون من وجهي. خرجت كنجري ومشيت لبيتي وسديت عليا الباب. شوية بديت كنضحك بهستيريا وبديت كنقيس في فمي، أكيد حماقيت ما فيهاش، ولكن عجبني الحال والنظرة ديال سوسن ما خلعتنيش، بالعكس فرحت ملي شافتنا في هديك الوضعية. ولعنت الشيطان ودخلت للدوش دوشت وخرجت لبست بيجامتي وتخشيت في بلاصتي. الغد لي فقت في الصباح وغير فطرت وخرجت باش نمشي عند صحاباتي. تلاقينا ومشينا عند الرسام. جلست كنوصف لي في الملامح د ماما. دازو تقريبا جوج سوايع وكان راسمها وجات تبقى الاصل على الحقيقه. قلت ليهم: ودابا اشنو خصنا نديرو؟ قالت نهيله: ردويت مع واحد ولد عمي خدام في البوليس، غنعطيوه السميه وهاد الصوره وغادي يحاول يجيب لينا معلومات عليها. قالت هبه: ايوا هي الاولى، يلا نتحركوا. خرجنا انا والبنات وتلاقينا ولد عم نهيله وافق يعاوننا وقال لينا باللي راه غادي ياخذ شويه الوقت. تفارقت مع البنات ومشيت لنفس الجرده على الله تجي ماما، ولكن كيف ما المعتاد رجعت للفيلا وطلعت لبيتي نيشان. وصلت وقيت الغدا وعيطوا لي باش نتغدى، وانا هابطه زلقات رجلي في الدروج، طحت وغيبت وجاني نزيف وداوني للسبيطار. فحصني الطبيب ولقاني مهرسه من رجلي وقال لي باللي ضروري خاصني نبقى شحال من شهر وانا ناعسه على ظهري. دوزت شهرين في السبيطار وانا ما كيفارقنيش، ودرت شويه لاباس وخرجوني للدار. كنت مخلوعه بزاف كيفاش غدا نتعامل معاهم، انا متاكده باللي غادي يكونوا عرفوا كل شيء. خرجت مسنده على انس وركبنا في الطوموبيل.
بغى أنس يهزني ولكن رفضت، وبقينا غادين وأنا مسند عليه حتى دخلنا. أول ما لمحت سوسن اللي بدات جاية عندي وبابتسامة مصطنعة وصلنا وهي تقول على سلامتك، بادلتها نفس الابتسامة وقلت ليها شكرا. بديت غدا باش نطلع لبيتي، ولكن أنس غير لي الاتجاه وما طلعناش، بالعكس مشينا لواحد البيت غا في السفلي كان مفرش وموجد. دخلنا وتخشيت في الفراش، سولني أنس وقال لي واش تحتاجي شي حاجة، قلت له لا شكرا وخرج وخلاني. وبقيت كنخمم وساهية ولمحت خيال عند الباب، هزيت راسي وكانت الحاجة دخلت وتقديت في الجلسة وهي تقول خليكي مرتاحة، وكنحاول نشغل راسي بأي حاجة باش نتفادى نظراتها وهي تقول كيف بقيتي دابا؟ قلت ليها الحمد لله لا بس، وتقادت في الجلسة وشدت إيديها وجمعاتهم قدامها وقالت دابا بغيت غا نعرف واخا ماشي وقت، واش بالصح كنتي ساخية بولدك وباغا تعطيه لمرأة أخرى تربي؟ حضرت راسي وما عرفت باش نجاوبها، قلت ليها لا أنا عمري كنت بغيت نعطيها، راه هي اللي جبرتني. وهي تقول واش غتحمقوني بجوج؟ هي كتقول خديتي من عندها الفلوس باش تولدي ليها الولد. سكت شوية وانا نقول لا ماشي هكاك، انا ما نكرش باللي خديت الفلوس من عند سوسن، ولكن ماشي على قبلي. وهي تقول ولمن بالسلامة، قلت ليها على قبل بنت صاحبتي حيت كانت عندها عملية وخاصنا ضروري الفلوس باش يديروها ليها، وجيت عند سوسن كنطلبها باش تعطيني الفلوس، ولكن هي رفضات وطلبت مني نعقد معها هاد الصفقة. قالت الحاجة مستحيل سوسن ما تديرهاش. قلت ليها عافاك يا الحاجة ما تقولي هاد الشي لحتى واحد. وهي تقول هاد الولاد غيحمقوني ما غيتهناو حتى يدفنوني تحت التراب، وقالت ما يكون غير الخير وخرجات ومشات. بقيت كنفكر واش هاد الشي اللي درتو صحيح ولا لا، ولكن من الأحسن نقول باش ما تبقاش واخدة عليا نظرة خايبة. وبقيت جالسة بوحديتي حتى سمعت الدقان في الباب، قلت ادخل وما قدرتش نطيق راسي. كانت هبة ونهيلة جاو لعندي وعنقوني، قلت ليهم مفاجأة هادي شكرا حيت جيتو. قالت نهيلة الشكر لراجلك هو اللي جابنا، عارف شحال كان بغيوك. قلت ليهم أنس، قالت هبة آه هو اللي جابنا. وهي تقول نهيلة الحمد لله على سلامتك، قلت ليها الله يسلمك حبيبتي، ودارت إيدها على كرشي وهي تقول لفنيكيش صافا، قلت ليها الحمد لله كل شي بخير. بقينا هادرين شوية وهي تقول نهيلة اه نسيت، ومشات لساكها وجبدات ظرف وجات مداتو ليا، شديتو قلت ليها اشنو هذا؟ وهي تقول هبة وحليهم بعدا. قالت نهيلة باش تعرفي راه ما نسيناكش، حليت داك الظرف وانا نتصدم، صاورد ماما شفت في البنات وقلت ليهم ماما هادي. قالت هبة اه وعرفنا بزاف د المعلومات عليها، راه البوليسي جابهم لينا. وقالت نهيلة اه ماما كحبيبتي كاينة في كازا وراها مزوجة تما اغنى الرجال، كنظن هو باباك حيت على حساب ما عرفت كانوا صحاب هو وحماك، ولكن فاش فرقوا الشركات اتفرقوا وما بقاوش على علاقة. انا عينيا غرغروا بالدموع وقلت البنات واش بالصح غنقدر نعنق ماما ونقول ليها راني بنتك؟ وهي تقول لي يا هبة ايه ما تندميناش هاد الهضره نسايها حتى تصحي وتولدي، هاد الهضره نسايها حتى تصحي وتولدي بعدا عاد نشوفو هاد الشي واخا. قلت ليهم اه عندكم الحق، ولكن راه مجرد التفكير باللي عندي امل كبير نتلاقى ماما كيفرحني. مشاو البنات وانا مره كنهز الظرف ونجبد التصاور ونبقى نشوف، عمري حسيت بهاد الاحساس. وداز شهر شوية وانا نحس باللي شي حد واقف في الباب
وخبعت التصاور بالسربة. كانت الحاجة وعزيزة قالت حطي لي هالماكلة، أنا اللي غدا نتكلف بها. الحاجة هزت الماكلة وقرباتها مني وجلسات كتوكلني وقالت عندك الحق. أنا وقفت لي وبديت كنكح ومدات لي الحاجة كاس ديال الماء وقالت بشوية عليك، ما تخيليش خيبة الأمل اللي كنحس بيها دابا، ما مصدقاش مرات ولدي يطلع منها هادشي كامل. قلت ليها سمحي لي يا الحاجة، راه ما كنتش باغية. وهي تقاطعني وقالت صافي يا بنتي سكتي دابا، هادشي معطى الله، كولي دابا وتهلاي فراسك وفي حفيدي، وانا كنواعدك ما غتفارقيش على ولدك. كلام الحاجة كان كافي باش يحل لي الشهية. فاش كتبتسم الدنيا في وجه الانسان كديرها في خطرة، الدنيا ابتسمت ليا في خطرة. خبار ماما ودابا هاد الخبار. كليت وساليت وشربت الدواء وخرجت الحاجة وداز شهر والحمد لله ولات حياتي عادية. هادشي كامل بدعم عائلتي، نقول عائلتي بكل فخر، حيت بالفعل لا الحاجة ولا أناس ولو كيعطوني قيمة. أناس كيشوفني كمراته اللي كيبغيها، والحاجة كتشوفني مرات ولدها. أما فدوى فرحتها كبيرة وما كتقاش، ماما هتصالحات معها. أما الوحيدة اللي كانت تعيسة فينا هي سوسن، ونظراتها كيبينوا غيرتها والكره ديالها ليا. أكيد لحقاش أنا خديت ليها بلاستها. واليوم كيف ما العادة فقت أنا في حضن أنس اللي ولفت نتوسدو كل ليلة، ونطل الدوش درت روتيناتي وخرجت كنلبس وفاق أنس قال لي صباح الخير. قلت له صباح النور ومشيت للجردة فين كاينه الحاجة وحتى سوسن كانت جالسة. قلت ليهم صباح الخير. قالت الحاجة صباح الخير يا بنتي. جلسنا كنفطروا وجاء أنس فطر ومشى لخدمته، وهي تقول الحاجة فدوى ما عيطات ليكش. قلت ليها راجلها وعائلته هنا وخاصها تقابلهم. قالت مزيان باش حتى هما يجيو يحضروا الحفلة. قلت اين حفلة؟ قالت الحاجة دابا عندك 7 شهور وغنديروا حفلة باش نعرفوا الناس عليك. وهي تقول سوسن اشنو واش كتضحكي معانا؟ قالت الحاجة لا حفيدي غادي تزاد وخاص الناس والعائلة يعرفوا ماما الحقيقية. وهي تقول سوسن الحاجة ما تقدريش ديري هكا، ما تقدريش. قالت سوسان غتسوك تحصل ليك، راه مازال ما عاودت الأناس شنو درتي وكيفاش جبرتي زهرة، راني ما نسيتش. قالت سوسان ولكن الحاجة. قالت ليها غندير داكشي اللي كيبان لي، يلا زهرة وجدي راسك الحفلة اليوم بالليل. قلت ليها واخا، وناضت الحاجة وخلاتني مع سوسان. وهي تقول لي فرحانة ياك كل شي خديتيه مني. قلت ليها سوسن أنا ما كان فرحش المآسي مرة أخرى. قالت ما تمثليش عليا باللي راكي مالك، كان واعدك والله لا كانت ليك ولا خليتك تفرحي به، كان واعدك. قالت سوسن هاد الكلمات وناضت. الصراحة خلعتني ولكن عذرتها، بسببها خسرت كل شي، فعايلها وصلوها لهادشي. طلعت لبيتي فين كانت النقافة كتهناني باش توجدني للحفلة، وداز الوقت بسرعة. طليت على راسي في المراية وجيت غزالة. وصل وقت الحفلة وبديت خارجة نمشي للطوموبيل، وانا نلقى واحد الجوج اخر ما كنت كنتوقع نشوفهم. قلت ليهم اش كديروا نتوما هنا؟ قطعتني مرقية وهي تقول سمحي لي يا بنتي ما قدرتش نخليهم، بقاو كيرغبوا وجبتهم. مشيت عند ام رقية وعنقتها وقلت لها انت جيتي توحشتك. قالت يا الله وصلت بنتي، انا والسعدية وحنان. طارت السعدية وجات عندي قالت انا مزاوقة فيك بنتي، الى ما ديري بحساب الدم اللي مشاركي ما عندنا حد من غيرك. راه الدوار ما بقات فيه عيشة، بقيت ساكتة وكنشوف فيهم. واحد الراس كيقول لي رجعي لهم الصرف، وواحد الراس كيقول لي يا حشومة صافي سامحي ونساي.
بقيت كنشوف وانا نقول صافي واخا تقدروا تبقاو حتى نلقاو شي حل. قالت السعدية الله لا يخطيك علينا بنتي، وهي تقول حنان وفين غادة؟ قلت لها شنو؟ قالت غا سولتك غادية لشي حفلة، ها العار لما تديني معاك. يلا واخا واش دي راسك. طارت حنان تلبس وتبعتها السعدية، وانا استغليت الفرصة باش ندوي مع مرقية وقلت لها باللي رانا لقيت ماما وان شاء الله غادي تجمع شملنا. قالت امينة بنتي هاد الشي اللي بغيت ليك. جات حنان وهاد المرة الحمد لله ما دارتش الشوهة ديالها المعتادة، وخرجنا ولقينا الشيفور كيتساين. ركبنا ومشينا للقاعة فين دايرين الحفلة، كانت كبيرة بزاف وعامرة بالناس. دخلنا انا وحنان وبقينا واقفين. شافنا انس وجا قرب مني قال واو حبي جيتي كتحمقي، وانتبه لحنان اللي كانت كتشوف فينا بنظرات غريبة. قلت له راهم جاوا اليوم وراهم معنا في الفيلا. قال لي واش انتي باغا هاد الشي؟ قلت له اه غي خليهم. قال واخا اللي بغيتي. ومشى انس عند شي ناس وبقيت واقفة مع حنان. شوية مشات ما عرفت فين، بقيت واقفة مدة ماشي طويلة حتى رجعت عندي حنان وقالت زهرة أناس خرج الباركينغ وقال لي نعيط لك تلحقي عليه، يمكن داير لك شي مفاجأة. خليت الحفلة ومشيت في اتجاه الباركينغ، ولكن في طريقي بان لي شخص ما كنتش كنتوقع نشوفه، ماما ومعها راجل كبير. نزلوا من الطوموبيل وخرجوا باتجاه الطريق الرئيسي وبلا ما نشعر بديت كنتمشى بخطوات السرع باتجاههم. كانوا يلاه قطعوا الشنطي، فاش قربت ليهم غوت ماما وداك الراجل دارو، وانا سرعت في خطواتي باش نقطع ونوصل عندهم. ولكن ما عرفت منين خرجت ليا واحد الطوموبيل كانت جاية بسرعة في اتجاهي، وفرمشت عين تهزيت حتى الفوق وتخبط وعند انس في الحفلة. قالت الحاجة أنس فين هي زهرة؟ راه بغيت نعرفها على الناس. قلت ليها ما عرفت، ودورت عيني في القاعة ولمحت ديك حنان. عيطت لها قلت ليها فين زهرة؟ يا كانت معاك. قالت قاع ما شفتها. قالت ليا غتمشي لعندك وصافي. قلت ليها كيفاش؟ بديت غادي وبانت ليا سوسن متوترة وقلت ليها ما بانت ليك زهرة؟ قالت لا غادا تكون غاهنة. قلبت الحفلة كاملة ووالو ما عندها آثار. هبطت الباركين باش ناخد الطوموبيل ونمشي نقلب عليها، وانا خارج لمحت سيارة إسعاف والناس محاوطين شي واحد غادي وكان كلاكسوني باش يخبوه. حتى شفت زهرة هزينها وهي غارقة في الدمايات. الوقت توقف بالنسبة لي، ما حسيتش براسي إلا وأنا كنزل من الطوموبيل وكانت مشال جهتها. حتى قربت وبديت كنغوت زهرة زهرة، بغيت نقيسها ولكن المسعف منعني وركبوها في الإسعاف ومشاو. بقيت واقف ما عرفت ما ندير، وطلعت في الطوموبيل وانطلقت بسرعة ورا الإسعاف. وصلت للسبيطار وكانوا دخلوها العمليات، ما دازتش مدة طويلة وهما يتموا جايين الحاجة وسوسن وفدوة. سولتني الحاجة شنو واقع وقلت انا راسي ما عارفش. بقينا كنتسناو حتى خرج الدكتور. قال فينا هو راجلها؟ قلت له انا. قال مع الاسف الحادثه اثرت على المدام والجنين في وضع حرج وخاصها عمليه ضروري، ولكن يا اما نعتقوا الام ولا الجنين، اشنو غتقرر؟ الامر راجع ليك. وانا بلا ما نشعر بقيت كنقول له عتقو زهرة ايه عتقو زهرة. قال الدكتور اجي معايا راه عندك شي وراق خاصك تسينيهم. اتبعت الدكتور وانا جسد بلا روح، روحي هي زهرة، وإلا وقعت ليها شي حاجة غادي نحماق. وقعت الوراق وهو يقول الدكتور غادي نديرو اللي في جهدنا مسيو، غنحاولو نقدوهم بجوج. قلت له كنتمنى، ورجعت لعند امي فين كانت جالسة وفي مكتب الطبيب قبل ما تبدا العمليه بشي دقائق. كانت سوسن مع الدكتور اللي غادي يدير العمليه وقالت له بغيت ندوي معاك. قال لي هاد الدكتور
دغيارة ما عنديش وقت، عملية كتسناني. جبدات شيك ووقعته فارغ ومداته للطبيب وقالت له هاك عمر المبلغ اللي بغيتي ولكن بمقابل. قال الدكتور ما فهمتش مدام. قالت سوسن العملية اللي غادي تدير بغيتك تعتق الجنين. بقى الدكتور كيشوف فيها وقالها ولكن الزوج ديال السيدة ربغاها هي. قالت له سوسن وانا ما بغيتهاش تعيش، بغيت الجنين اللي عيش والشيك بين ايديك، المبلغ اللي بغيتيه غتاخده. قال الدكتور اللي بغيته اللي بغيته. قالت له اه اللي بغيتي. ودازت ساعات على العملية بحال العام على انس. بالنسبة لي ما مصدقش اللي وقع، مستحيل نقدر نعيش بلا زهرة. شوية خرجت الممرضة دافعة عربة صغيرة وفيها واحد الرضيع صغير، قربت منه وأنا كنرجف. قالت الممرضة مبروك سيدي جاك ولد يتربى في عزك. قلت لها وزهرة كي بقات؟ قالت العملية مازال مسالات والدكاترة كيديروا اللي في جهدهم، ما نقدرش نقول لك أكثر. سولت الحاجة وفين غادة دابا بحفيدي؟ قالت لها للحاضنة أمدان، الجسم ديالو مازال ضعيف حيت تزاد قبل وقته. ادات الممرضة ولدي وتبعاتها سوسن والحاجة، وأنا بكيت تما كنتسنى في العملية تسالي باش نطمئن على زهرة أنا وفدوة. شوية خرج نفس الدكتور وقرب منا وقلت له أنا خايف زهرة كي بقات دكتور؟ قال مع الأسف درنا اللي علينا ولكن الجسم ديال المدام ما استحملش. نزل عليا كلامه بحال الصاعقة، ما حسيتش براسي إلا ونهارت وتزدحت مع الأرض. الدنيا ما كتكونش عادلة، في النهار اللي وهبتني حياة جديدة أفقدت فيه زهرة. ودازوا الأيام طايرة بين عزوها وفراقها، ما زال ما مصدقش باللي زهرة ماتت، ما مصدقش نفقدها. ومن بعد ما تربعت على عرش قلبي الشي الوحيد اللي كان كيصبرني على وحدتي هو ريان، ثمرت حبي أنا وزهرة كيكبر قدامي وهو غاما كيزيد يشبه الزهرة في كلشي، مخدم مني غا العينين. وما زال السر ديال أشنو وقع ليها في هذيك الليلة المشؤومة شاغلني، حتى حاجة ما كانت واضحة، حتى من تسجيلات الكاميرات ممسوحين وهاد الشي غادي يقتلني. وحتى من فدوى تبعات راجلها وعائلته لألمانيا وهاد الشي زاد من وحد، حيت فدوى كانت كتدعمني ورغم المحاولات ديال سوسن باش تأزرني ولكن والو، سديت قلبي فوجها وما بغيتش نقمحها ونمنحها من تربية ريان حيت كتعاملو بحال ولدها، لا هي ولا مرات خال وبنت خال زهرة اللي مازال عايشين معانا حيت طلبتني سوسن باش يبقى. وأهم حاجة عندي لا أنا ولا الحاجة هي راحة ريان، وحنا كنشوفوا هاد الثلاثه ما كيقصروش من جهته ونمشيو لالمانيا وبالذات عند زهره. ماشي بهاد السهوله غدا تموت وتخلي العديان يشمتو، فعلا ما خلاو ما داروا باش يتهناو مني، ولكن اراده الله قوى منهم وكان مكتاب لي عمر جديد. ومن بعد معاناه كبيره مع الشلل اللي تسبات لي فيه الحادثه وبالدعم من عائلتي، اخيرا من بعد سنه كامله قدرت نرجع لطبيعتي، واليوم قدرت نتمشى. وما غداش ننسى النظرة اللي في عينين ماما وهي كتشوفني قبالتها وبصحتي. ماما ايه ماما معجزة. في النهار اللي وقعت فيه الحادثة سوسن كانت كدوي مع الطبيب وما رداتش البال الفدوى اللي كانت كتصنت لها. بالصحة الطبيب خدر رشوة ولكن بالتهديد ديال فدوى اللي طلبات منه يعتقني، وفي حالة تعتقت أنا وولدي في نفس الوقت غيصرح باللي أنا مت. وبالفعل هاد الشي اللي وقع، ولكن اللي ما كانتش عارفاه فدوى عليا باللي أنا لوستها. آه أنا لوست فدوى، فدوى مرات خويا من بابا. في نفس المستشفى كانت ماما ناعسة من بعد ما سخفات فشافت الحادثة. ماما كانت ما مصدقاش باللي أنا بنتها، ولكن اللقاء بمرقية فاش كانت جاية للمستشفى أكد ليها كل شي. كانت غدا حماق أحساب ليها بالصحمت كيف ما الخرين،
ولكن في دواجات كتقلب على حمزة باش يعاونها ينقلوني برا، حيت حالتي كانت حرجة وسوسن ما غاداش تهدن حتى تصفيها ليا الا عرفتني مازال حية، وما كاين حتى شي دليل ضدها. وهنا غدا تعرف الحقيقة عليا انا وماما. دابا انا في ألمانيا مع ماما وبابا أم رقية. دابا انا في ألمانيا مع ماما وبابا أم رقية واحتمل فدوى وخويا والثمران دايرين بيا، ولكن عندي فراغ كبير في حياتي من جهة ولدي ومن جهة أناس اللي كيحساب ليه باللي مت، ولكن حتى هو جرحني قرر يعيش حياته مع سوسن بحالي لكنت أنا مجرد نزوة عابرة بالنسبة لي. أهمي دابا غان رجع ولدي لحضني. كنت متكية وماما كتدوز على شعري، قالت بنتي واش متأكدة باغا ترجعي وتباني في حياتهم؟ قلت لها آه وغدا نرجع ولدي. قالت أم رقية بنتي ديك المرأة راها خطيرة وغنخاف عليك منها. قاطعتنا فدوى وقالت زهرة خاصك تكوني عارفة أنه شي حاجة صعيبة باش ترجعي ريان. قال حمزة آه أختي هاد الشي بالصح، ريان مسجل بسمية أنس وسوسن، وسوسن هي الزوجة الأولى ديال أنس واللي الناس كاملين عارفينها. انفعلت وقلت ليهم شنو كيفاش قدروا يديروا هكا كيفاش؟ قالت فدوى زهرة تهتني أنس كان كيظن انتي ميتة. قلت ليها واخا هكاك أنس طلع كذاب وخداع باغي يخدع ولدي حياته كاملة ويخليه يعيش على أساس أن سوسن هي ماما. أنا كنكرهو كنكرههم كاملين وبغيت ولدي. وبديت كنبكي وعنقاتني ماما وكتسكت فيا وقالت أبنتي غتاخدي ولدك غير سكتي. دخل بابا وقال كل شي غادي تحل وولدك غادي يرجع ليك. قلت له كيفاش بابا كي غنديرو لي؟ قال فدوى وحمزة عندهم خطة باش ترجعي للمغرب على أساس بنت رجل الأعمال الكبير محمد الخلوفي، وغدا ترأسي مجموعة شركاتي تما. انتي وحمزة والباقي دابا تعرفيه مع فدوى واخا بنتي؟ قلت له آه صافي واخا. عنقت بابا آه هو بالصح كان غلط مع ماما، ولكن بمجرد ما ولدتني وهربت من الدوار كانت تلاقاته في الرباط وتزوجها، وكان عنده هذيك الساعة حمزة من مرته الأولى اللي ماتت، بغاته بزاف بحال ولدها وحتى هو كان كيتعامل معها بحال ماما. ودازوا ليام طوال وانا كنتسنى بفارغ الصبر امتى نرجع للمغرب. قادوا لي اوراقي وقلبوهم على سمية بابا، واخيرا وليت زهرة الخلوفي. تفارقت مع والدي يوم رقية بالدموع ومشينا انا وفدوى وحمزة والفنيكيشة سمران المطار. فدوى الطريق كاملة وهي كتقرف سمران باش ما تقولش للحاجة باللي انا حيه، حيت ماشي في مصلحتنا تعرف لا سوسن ولا الخاينات السعديه وبنتها باللي انا مازال حيه. مازال ما نسيتش الخيانه ديالها. فجت عندي وقالت ليا انس كيتسناك غدا ندمهم كاملين، ديك العائله غدا تندم وحتى من انس كيفاش اسمح لراسو يسجل ولدي على سميه المجرمه سوسن. غبلاتي غندفعهم الثمن. حطتنا الطياره ومشينا جلسنا في الفيلا ديالنا في الرباط. والغد لي في الصباح قلت الفدوى باللي بغيت نمشي نشوف ولدي. قالت زهرة تهدني انا عارفة احساسك مزيان، ولكن الى بنتي ليهم راه سوسان تقدر تدي الولد، راه مسجل بسميتها وتقدر تهزو ديه برا البلاد وما نعرفوش فين مشات. غير صبري والتزمي بالخطة. انا اليوم غدا نمشي للفيلا باش ناخد عينه من شعر ريان باش نديرو تحليل الحمض النووي وندفعوه للمحكمه ونسقطو حق الحضانه على سوسن. صبرت غير بزز. مشات فدوى ومشيت لبست ومشيت لشركه بابا، وبقيت كل نهار كنمشي للشركه باش نتعلم ويولفوا الموظفين عليا، وحمزه وفدوى بقاو خدامين على قضيه ولدي. وجات عندي فدوى وقالت لي باللي رتا حاليل خرجوا إيجابيين وداهم حمزة المحكمة، وإن شاء الله غادي يخرج الحكم وتشدي حضانة ولدك. نقزت من الفرحة وطرت على فدوى وعنقتها ما مصدقاش.
قريب يكون حبيبي الصغير في حضني، نعنقه ونبوسه ويعيش معايا. ما مصدقاش. دازوا الايام وخديت الحكم ديال حضانة ولدي ومشيت للفيلا اللي عشت فيها احلى لحظات العمر واكفسهم. الفيلا اللي عطاتني بزاف وخدات مني كتر. من بعد غياب طويل رجعت ليها، نزلت من الطوموبيل وكانت موسيقى هادية كتسمع، درت شهيق وزافير. لحقاش صعيب عليا بزاف نواجههم من بعد هاد المدة كاملة. قويت راسي ودخلت، حتى حاجة ما تبدلات، كل شي باقي كيف ما هو. دخلت بخطوات هادئة وعينيا كيقلبوا على ولدي ريان، وبين لي جهة المسبح مع عزيزة. ازربت دغيا لعندهم. عزيزة كانت ملاهية معاه، حتى وقفت عليها ودارت. قالت مدام زهرة الحمد لله على سلامتك. قلت لها الله يسلمك، وبقيت متبتة عينيا على ولدي. قربت منه وقلت له سلام الفني وانت ماما، تبارك الله ولدي ولا عنده عام. وشديت ايديه كنبوسها. حتى وقف علينا واحد الشخص، قالت سمحي لي يا مدام شكونتي؟ وقالت العزيزة كيفاش خليتيها تقرب من ولدي؟ ابتسمت ابتسامة نصر. هادي هي اكتر لحظة كنت متشوقة لها. درت عندها وانا مازال شادة في ايد ريان صغيرة. ما نقدرش نوصف لكم الصدمة الكبيرة اللي كانت باينة عليها. نطقات سميتي بصعوبة زهرة. ابتسمت وقلت لها زهرة، انا زهرة. قالت لا مستحيل، انتي متي. قلت لها ما تضحكينيش، واش هادي سيفة شبح؟ قالت اشنو جاية ديري هنا، خرجي من حياتنا. وجات تهز ريان وخطفتو ليها وهزيتو وكنقول له انا ماما ولدي. قالت اراي لي يا ولدي ورجعي منين جيتي. شفت فيها وانا نقول نسمعك مرة اخرى كتقولي ولدي، نتفاهم معاك. ريان ولدي انا، مالك انتي؟ هزيتو وبديت غادل وسط الحفلة، وخليت سوسن مورايا بقى مصدومة. كان كل شي مشغول، وبقيت غادة في اتجاه أنس. هو بقى غا كيشوف فيا ما مصدقش. أما الحاجة قاد كتشوف وجلسات على كرسي وما هدراتش. واحتمل الخينات السعدية وحنان صدموا. شفت فيهم وقلت وياكم تفكروا باللي رأنا شبح. جات عندي الحاجة وعنقاتني وقالت لي على سلامتك. قلت الله يسلمك. كنت كنتسنى في أنس يقلي، ولكن بقى غا ساكت وكيشوف فيا بحال ليله ما مصدقش بلي انا. بغيت نهضر معاه ولكن سوسن جات وقطعتني، وهي كتحاول تاخد ريان مني وكتقول اري ولدي، رجعي لي يا ولدي ورجعي فين كنتي، علاش دابا عاد جايه؟ قلت ولدك؟ على انتي اللي ولدتيه، ياك ما دمك اللي كيجري في عروقه وما في خباريش. قالت ايوا الا ما في خباركش، ريان مسجل بسميتي انا وراجلي انس، وانا ماما. شفت في انس اللي كان مازال كيشوف فيا، حيت كنت كنتسنى هاد الفرصه باش نأنبو. قلت ليها ويلا كان ريان مسجل بسميتك، هاد الشي كان زمان، ريان حضنته عندي انا دابا. قالت اشنو مستحيل. قلت ليها لا راه ممكن، وعيطت لخويا حمزه. قرب وقال بصيفتي محامي مدام زهرة خلوفي، أولا نقول لأختي راها خدات حضانة ولدها وبالقانون. نقزات السعدية وقالت لا زهرة ما عندهاش خوها. درت وبكيت كنشوف فيها وقلت اللي فيه شي قاعدة ما يحيدها. ونزيدك ماما ما زال حية وأنا ماشي بنت الحرام، كيف ما والفتي تعيطي ليا، عندي ماما وبابا وهذا خويا الكبير حمزة. وهي تقول السعدية زهرة. قلت لها حبسي زهرة، ولكن ماشي اللي كانت معاك، هادي زهرة الخلوفي بنت محمد الخلوفي. قلت هاد الشي وتبعتني سمران وتميت خارجة. حاولت سوسن تمنعني وشدها حمزة ومنحها تقرب ليا. خرجت ومشيت للطوموبيل وركبت أنا وسمران وحبوبي الصغير، وساك الشيفور مرجعنا للدار.
وفي الفيلا بقات سوسن كتقول ما تقدرش تاخد ولدي ما تقدرش. جاوبها حمزة وقال تهدني راه في حضانتها وما عندكش الحق تمنعيها تديه. قالت سوسن ما غاداش تديه ما غنسمح ليهاش. وهي تقول فدوى وشنو غديري بالسلامة؟ غتحاولي تقتليها؟ كل شي دار كيشوف فدوى. وهي تقول الحادثة اللي وقعت لزهرة كانت بسبب هادي. قالت ليها سوسن اشنو كتخربقي انتي؟ جاوبتها فدوى ما كنخربقش، انتي مجرمة وقتالة. قالت سوسن كتهميني بلا دليل. وهي تقول فدوى غادي يكون الدليل، وديك الساعة غادي نرميك في الحباسات، لا انتي ولا هادوك اللي عاونوك. أناس بقى كيشوف فيهم شوية، وهو يهز الطبلة البوفيه ولحى. قالت له الحاجة ولدي أناس تهدن تهدن. وهي تقول فدوى أخويا عافاك تهدن. شاف فدوى بعينين حمرين وقال ليها كتعيطي لي يا خويا ياك؟ وشدها من كتافها وقال ومخلياني كانت عذب هاد المدة كاملة، وأنا كنظن باللي زهرة ماتت وكتعيطي لي دابا خويا. دخل حمزة وقال اطلقها أناس، الغلط ماشي منها، زهرة اللي ما بغات حتى واحد يعرفها باللي مازال حية. أناس طلق من فدوى وبقى كيشوف حمزة اللي بدا كيعاود له كل شي من نهار الحديثة حتى اليوم. قال كيف ما شفتي زهرة ما بغاتكش تعرف باللي راها حية. أناس بقى كيشوف فيه وعينيه حمرين، ومن بعد ضرب فيهم بجوج وخرج، وهو مصمم باللي غيرجع عائلته مهما كان الثمن. الغد لي في الصباح فقنا وفطرنا وسالينا، وانا هزيت ريان ومشيت للجردة، جلست على واحد الكرسي هزاز واتكيت حتى حسيت بالحس مورايا. درت وانا نتصدم كان أناس وداير ابتسامة عريضة على وجهه. قلت له انت شنو كدير هنا؟ ما دهاش فيا وجل عندي، وهز ريان كيلعب معاه وهو كيضحك. ما قدرت ندير له والو، بقيت كنشوف فيهم. صراحة عجبني الحال وانا كنشوف فيهم، حتى لمحت أناس كيشوف فيا وانا نقلب وجهي. قلت له ارى لي يا ولدي وغبر من هنا. شوية ما حسيت به حتى طار به للطوموبيل ديالو ودارو في الكرسي ديال الطوموبيل وسد عليه. قلت له حط لي ولدي. قال الا بغيتي ولدك طلعي. طلعت وانا كنغوت وهو يحمر فيا، وبدا كيقرب مني حتى وليت كلي حمرة. عند بالي غيبوسني، ساعة دار لي السلطة وركب وكيضحك علي. قلت فين غادي بيا؟ ما بغيتش نمشي، غنرجع في حالي انا وولدي. وحاولت نحل الباب. قال ما تحاوليش راه مسدود. قلت له اشنو حلها ولا غادي نغوت ونجمع عليك الناس. قال ضحك وقال اشنو غادا تقولي ليهم؟ راجلي غادي بيا في رحلة انا وولدنا ياك؟ قلت له راجلي؟ قال ايوا لالا راكي مازال مراتي لدابا ولا نسيتي؟ الصراحة سكتني، ما عرفت ما ندير، توترت بزاف. وانا سلاحظ هادشي وقال حشمانة من نيتك؟ شفت فيه بنظرة حادة وقلت له ما كان ضحكش، الا لقيتي نسكت ليك على هاد الفعلة راه ماشي حيت خفت منك، راه ما بغيت تصدع وما غنساش داكشي اللي درتي. انا عيني حمارو وشد واحد الفريد خلعني، درت بالزربة عند ريان كان ناعس. أناس نزل وججرني من بلاصتي. في الأول ما بغيتش، ولكن جبدني بالزف خرجني وكوانساني مع الطوموبيل، ودورت عيني في البلاصة غالخلة وعاحنا اللي كاينين. قال غتسمعيني، أنا كان عتارف باللي درت غلط، ما كانش خاصني نوافق نسجل ريان بسمية سوسن. قلت له حيت لقيتيني حية، نفترض كون كنت فعلا ميتة، ولدي غيعيش حياته كاملة على أساس أن سوسن هي ماما. غوت وقال أنا كنعتذر مرة أخرى، ولكن هاد الشي درته على قبل ولدي، ما كنتش باغيه يعيش حياة مخربقة، تكون عنده أم ولداته ووحدة أخرى كيعيط لها ماما. واش فهمتي؟ هز لي راسي وقال مازال كتبغيني يا زهرة؟ بقيت غا كنشوف فيه. انا ماشي غا كنبغي، كنموت عليه. ولد الهم استغل الموقف وباسني،
ويلي على شوها، وين اللي كنقول غدا ندمو سايرته بحال البهله. هز راسو بقى كيشوف فيا وكيضحك، قال انا لقيت جوابي. طلعت الطوموبيل وما حاملاش راسي، صراحه عنده الحق من واحد الناحيه، هو فعلا كان باغي مصلحه ولدنا، ولكن خاصني نجرجرو شويه باش يعرف قيمتي. كملنا طريقنا للمجهول حتى وصلنا للدوار. درت عنده باستغراب وقلت له علاش جايبنا لهنا؟ قال عطله باش نبدلو الجو. قلت له وما لقيتي غاهنا؟ قال هادي هي احسن بلاصه، هنا فين شفتك اول مره. وصلنا للفيلا، انس هز ريان ودخل وانا تابعهم، ما عارفه علاش كيخطط. دخل انس وريان لبيتنا ورجع للطوموبيل يجيب حوايجه. انا بقيت واقفه وتفكرت المده اللي دوزتها هنا معاه، كانت ولا في الاحلام. ودازت الايام وتصلحت علاقتي بانس. الصراحه وليت كنحس باللي احنا عائله متكامله، انا وياه والفنيكيش الصغيور ديالنا كيكبر قدامنا. هاد العطله نفعتني بزاف، وليت كنخرج وسط الدوار اللي ديما كان كيهيني وانا رافعه راسي، وانا كنشوف الناس ولاو كيحترموني. واليوم غادي نرجعوا للفيلا وعندي واحد التخوف، ولكن كنحاول نخبي. انا متاكده باللي سوسن غادا تدير شي حاجه، الا حاولت تقتلني قبل غادا تعاود تديرها. انس لاحظ التوتر ديالي وانا كنجمع في الباليزه وشدني من ايدي وقال ما تخافيش، ما حدنا مع بعضياتنا حتى حاجه ما غادا توقع. عنقت وقلت له كنتمنى، وشدينا الطريق للفيلا. وصلنا ونزلت وهزيت ريان وتميت داخله وانا نتفاجئ عائلتي كامله كاينه. طرت بالفرحه، كنعنق كل واحد بوحده، ولكن دغيا نساوني وتجمعوا على ولدي. وجاء انس قال عجباتك المفاجاه؟ درت عنده قلت له انت مولاها؟ قال اه. وبلا ما نشعر طرت عليه بس كح انس وقال اتصرتي الشعيبيه. درت بسرعه نشوف واش شي حد شافنا، ولكن الحمد لله كل شي كان مشغول بريان، والوحيده اللي شافتنا هي سوسن، وكانوا نظاراتها كيخلعوا. غلمحاتني شفتها ودخلات وسدت الباب، ما ديتهاش فيها. دوزت الوقت عادي مع عائلتي. لحظات الفرح كيطيروا وكيكونوا قصار. كنت واقفة مراقبهم كيلعبوا وفرحانين، حتى حسيت بشي حاجة باردة في كرشي. درت بالزربة وكانت سوسن ودايرة ليا فردي في كرشي، قالت زيدي قدامي وبلا زيادة في الهضرة. تحركت معاها، ماشي حد خفت منها، بالعكس خفت على ولدي وعائلتي، عارفها حمقة وتدير أي حاجة. وإحنا غادين تلاقينا بفدوى، كانت هازة تبصيل غا شافتنا ولاحته. قالت زهرة، وشافت في الفردي وشدات على فمها. قالت سوسن مزيان باش يالله نجمعكم، حتى انتي الا بغيتي حبيبتك زهرة تبقى مزيان زيدي قدامي. تمشينا انا وفدوى وداتنا البيت انس اللي في الجردة، دخلت وسدات الباب وبقات واقفة وموجهة المسدس لينا. قالت كي حساب لكم غتربحوني؟ مستحيل. قالت ليها فدوى اصلا انتي خسرتي من البديه، واش الا قتلتينا غدا تربحي؟ قلت ليها سوسن ما تهوريش حطي الفردي. قالت ما كيهمنيش، خسرت راجلي وولدي عائلتي كلها، غدا نقتلكم ونقتل راسي، المهم ما تربحونيش. قلت ليها سوسن ما تهوريش عافاكي. قالت اختاروا شكون بغات نبدا بيها. وهي تقول فدوى انتي ما كتسوايش وما قدرتيش تقتلي هذيك المره، وجايه دابا ديريها. قالت اخر مره ما كنتش غدا نقتلها، غا بغيت نخلعها، ولكن هي خرجات من الباركين. انا قلت الحنان غا جيبيها ليا الباركين، ولكن حظها. قلت ليها كدابه، ما قلتيش للطبيب يقتلني ويعتق ولدي؟ قالت اه، ومصاب كون متي ونتهنيت منك، ودابا قررت غنبدا بيك انتي، عاد نتبع ليك لوسطك العزيزه.
بدات سوسن كتبرك على الزينات بشويه. واحد اللحظه ما عرفتش شنو اللي وقع. سوسن بركات وتسمعات طلقه، ولكن ما جاتش فيا. فدوة دخلات وهزات ليها ايدها وعطاتها تصفيقه طيحات من ايدها الفردي، وسمعت الاخرين كيغوتوا على برا. اكيد سمعوا صوت القرطاس. شجعت وقربت وحليت الباب. ادخل اناس وحمزه مخلوعين وشدوا سوسن وكيستفسروا على حالتنا، ومن بعد عيطنا للبوليس. في هذا البيت اناس داير كاميرا، واعتراف سوسن تسجل وداوها البوليس وحتى حنان والسعديه حيت عاونوها. ودازوا الايام وحياتنا تقدات. وليت مع عائلتي وكنقابل الشركه مع خويا، والحمد لله كل شي غادي مزيان. حتى النهار اللي جاتنا فيه اخبار انتحار سوسن في الحبس، حيت حكمات المحكمه عليها هي وشركاتها بالسجن. بقات فيا وبكيت عليها بزاف، وفي جنازتها حضرنا كاملين. واخا اداتنا بزاف ولكن كتبقى روح. ولكن راه واحد النهار كنا عايشين مجموعين، ودازت 3 سنين ودابا انا حامله. وهذه كانت هي قصه عشق، الم ومعاناه، ولكن في الاخر كانت نهايه سعيده. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصه وتكون عجبتكم. وإلى اللقاء في قصة أخرى جديدة.